عايزه اتكلم عنه بالحقيقه بصفه خاصه فعلا زي ما انت قلت، لانه هو لو ما خدش حقه يعني عندنا هنا هياخد حقه فين؟ النهارده كل الناس، يعني مش كل الناس، يعني معظم الناس اللي كانت عايزه تهد فيه او تحبط منه النهارده في بيته لازم ان احنا نديله حقه. مروان محسن النهارده واخد ثقه كبيره جدا، وواضح ان هو المهاجم الاساسي في تشكيله موسيماني، وواضح انه يعني خلاص يعني اللاعب مركز جدا بينفذ تعليمات مدربه بشكل كبير. من قناه الاهلي بنقول لك يا مروان احنا في ظهرك، وجمهور الاهلي كله في ظهرك، مستنيين ان شاء الله منك كتير جدا. عايزه كمان اتكلم عن الجمهور، كلنا بنتمنى ان المباراه النهائيه تكون بكرة، يعني إن شاء الله هتكون بإذن الله وهتقام يوم 6 الشهر اللي جاي، بس يعني ممكن هكون بجمهور بشكل يعني لسه مش عارفة. طبعا في كلام من الاتحاد الإفريقي هو اللي بيقرر في النهاية، بس عايزين نقول ونكرر تاني إنه إحنا قادرين، مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المباريات، دخول الجمهور بالرغم من ظروف كورونا، قادرين إن يكون في تباعد بين الجماهير، قادرين إن احنا نحافظ على الاجراءات الوقائيه المحدده. لو انت عايز يا كاف ان انت تستدعي لجنتك الطبيه وتشرف بنفسها على ده، مفيش مانع خالص، احنا قادرين. حضور الجمهور طبعا هيزود المباراه متعه، وكلنا عارفين كره القدم للجمهور، يا بقى لو الجمهور ده في المدرج قد ايه بيكون في حافز للعيبه، واحنا طبعا اول اتنين هنكون هناك أكيد. بس ان شاء الله يعني صوتنا يوصل للكاف، واتمنى ان المباراه النهائيه دي تكون بجمهور. يا رب يا رب بجد. ان شاء الله تكون بجمهور، ولو عدد حتى قليل لكن صوت الجماهير بيفرق كتير.